اولا تديله الثقه، ومع ممنوع عمليه الضرب دي مفيش منها. الحاجه الثالثه ان تتعامل معاه بحنيه، دي بتخليه طالع قوي الشخصيه يعني، وعدم الضرب. مش عارفه يعني، هم نفسهم يدوا له ثقه، يخلوه ما يكذبش عليهم، ما فيش ضرب، العقاب يبقى متناول الحاجه اللي عملها. هو لما بيتحمل مسؤوليه نفسه بيبقى شخصيته قويه، هو اللي بيقرر بيعمل ايه وما بيعملش ايه. لما العيل بيمشي لوحده في الشارع غير العيل اللي امه صاحباه. ان انا ما بقاش كذاب، ابقى صريح، اعود الواد من صغره على الصدق، اهم حاجه الصدق، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ ما زال العبد ايه؟ يصدق ويتحرى الصدق الصدق حتى يكتب عند الله صديق، وما زال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. بالنسبة لتربية الأبناء وتربية النشأ بشكل عام كما يطلق عليه اصطلاحا، على الشخصية القوية يحتاج الأبوان إلى أن يطلع هذا الابن على سير النبلاء والعظماء ممن لديهم شخصيات قوية، ويدرسوهم سيرهم، وكذلك عليهم أن يبحثوا لهم عن يعني مثلا في الميديا يعني الأفلام والكتب وغيرها من وسائل التعليم عن سير العظماء وعن أي شيء يحيل إلى الاعتماد على النفس. بالنسبة لبناء الشخصية لدى الطفل تعتمد على مبدأ واحد، مبدأ المشاركة والمصاحبة والاستيعاب والاحتواء. فكلما كان هذا الطفل تمنحه قدرة أكبر على التعبير وعلى الارتياح لهذا التعبير لك، وتكون ردة الفعل على هذه التعبير تنسجم مع سن هذا الطفل، يكون هناك نوع من الأريحية ونوع من بناء الذات لدى الطفل وتقوية الشخصية وخلق مناعة من المؤثرات الأخرى مثل وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الشارع، مثل المدرسة، التي ربما يلتقط منها الطفل بناء سلبي قد يؤثر على شخصيته ويجعلها متزعزعة. أنا شخصيا ضد الضرب، ضد العنف، أفضل العقوبة المعنوية. عنده خرجة، عمل خطأ ما، ينحرم من الخرجة حتى يعترف بخطأ ولا يكرر. نفس الشيء، جاب لي نتيجة جيدة في المدرسة، وكفته بقضية وقام بها على أحسن وجه، نعطيه بالمقابل مكافأة عليها. أمر كان يبقي عدلها، رحلة كان يبقي يمشي فيها، فسحة زمنية زيادة على الفسحة اللي كانت تنعطاله، شيء من هذا القبيل.